السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، معكم خديجة مغربية مقيمة في لوكسمبورغ. اليوم إن شاء الله بإذن الله كيف كتشوفوا غادي نحضروا مع بعض طبق ديال سمك سردين مشوي، واحد طريقة جديدة، وواحد سلطة، واحد سلطة ديال الأفوكا والكروفيت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها فعلا صحيه ولذيذه. كيف كتعرفوا السردين غني بالاوميغا 3. اول حاجه غندوبها هي تحضير سلطة. انا هنا درت شويه ديال الكروفيت يعني، وثلاثه ديال الحبات ديال الطماطم، وبصله حمراء، وحبه ديال الافوكا، ونص خياره. صافي، غادي نقي كلشي وغادي نقطعهم مكعبات صغيره. وشربنا داك الكروفيت ديالي شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الحامض، وقبيصه ديال الملح. هنا درت عصير تقريبا ديال معلقه ديال عصير حامض، شويه ديال الابزار، راس معلقه ديال الكمون، شويه ديال الملح. المعدنوس عندي هنا مجفف، ما عنديش طري، درت غير المجفف، وقبيصه ديال السكر باش يعادل الطعم ديال الحموضه، وبطبيعه الحال زيت الزيتون. هنا غادي ندير تقريبا جوج او ثلاثه ديال المعالق ديال زيت الزيتون. صافي، غادي نخلط كل شيء. وهاد السلطه غنيه غنيه جدا. ممكن تعودوا الكروفيت بالطون او صدر ديال الدجاج، او ممكن ديروا غير البيض مسلوق. صافي، غادي نغطيها وغنديرها في الثلاجه، وفي هاد الاثناء من بعد غادي نبداو نحضروا السمك ديالنا، السردين ديالنا. انا هنا درت تقريبا كيلو ديال السردين. غادي نقيه وغادي نغسلو مزيان، وغادي نقشرو من ديك القشره الخارجيه ديالو. هنا درت القزبر والمعدنوس مقطع، عندي معلقه ديال الخرقوم، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، ومعلقه ديال القزبر يابس، ونص حامضه كيف كتشوفوا. المهم غادي نخلط هاد الشرموله كامله، وغادي نشرمل بها هاد السردين. واكيد زيت الزيتون دائما كنساه. صافي، كيف كتشوفوا غادي نخلط جميع هاد العناصر، وغندير الشرموله ديالي، وغادي نعمر بها السردين. وهنا قطعت واحد البصيله حمراء على شكل مربعات. صافي، غنحتاج هاد القطبان هادو اللي غادي ندير فيهم سردين باش يتشوى. انا غادي نشويه في مشوات كهربائيه، ماشي غادي ندخلو الفرن، يعني غادي نشويه في مشوات كهربائيه. صدقوني هاد السردين كيجي رائع 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 بالطريقه هذه، وصحي 100% يعني، بدون قلي، بدون زيت، بدون اي شيء، يعني كيكون صحي ولذيذ في نفس الوقت.
صافي كيف كتشوفوا ما كياخدش بزاف ديال الوقت، دغيا كيتشوى. انا هنا رافقته بشويه ديال الارز ودرت هنا يوغورت طبيعي، انا عوض المايونيز استعملت هنا ياغورت طبيعي مع شويه ديال الحامض وشويه ديال الملح. صافي وخلطته مزيان، وهاهي الصلاه ديالنا. كنتمنى تنال هاد الوصفه اعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة. وشكرا.